الموقف الأخباري من قناة النيل الأزرق، حياكم الله. تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميار دهته تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك. سلمها له المستشار تود جولواك الذي أقال إن الرسالة تطرقت لملف السلام في جنوب واتفاقية سلام جوبا. كما تناول اللقاء مجمل الأوضاع في السودان وجنوب السودان، وأطلع جولواك البرهان على الجهود التي تبذلها حكومة الجنوب في سبيل تنفيذ الاتفاقيات. دعا وزير الخارجية السفير علي الصادق للتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية وتوحيد الخطط للترويج للحوم السودانية في مزيد من الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لمعرض ومؤتمر اللحوم السودانية الذي سينعقد في اكتوبر المقبل تحت شعار نحو جودة أفضل وآفاق أوسع. وأكد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم أن المؤتمر سيدعم صادر اللحوم والمنتجات الحيوانية في الأسواق الخارجية. هو استقطاب مزيد من الاستثمارات من الدول الصديقة لدعم قطاع الثروة الحيوانية، فضلا عن جلب مزيد من التقنيات الحديثة لهذا القطاع لزيادة القيمة المضافة بتوسيع قطاعات الصناعة التحويلية وزيادة صادر اللحوم المصنعة وكذلك المنتجات الزراعية. تعمل وزارة الثروة الحيوانية جاهدة في دعم ومساندة العاملين في هذا القطاع خلال وضع السياسات التي تعزز تحفيز الانتاج لتحقيق تنمية مستدامة بهذا القطاع باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة. في هذا السياق إننا نشدد على ضرورة تعزيز تجارة اللحوم والمنتجات الحيوانية لدول الإقليم والأسواق العالمية التي تعتمد مستويات عالية من الجودة لتعزيز القيمة السوقية للمنتجات الحيوانية. عقدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري اجتماع مساء الثلاثاء بمنزل الطاهر حجر، ناقشت التطورات الراهنة السياسي، حيث أخضع الاجتماع مسودة الاتفاق النهائي للدراسة والنقاش، وعالج القضايا العالقة لتصبح الوثيقة جاهزة فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري. واستمع الاجتماع لتقرير حول سير المناقشات في القضايا العالقة بملف الإصلاح الأمني والعسكري والتي تشهد تقدما ملموسا داخل اللجان الفنية المعنية. أكد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة التزام الولاية بكافة حقوق المعاقين الواردة في القرارات المحلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقال الوالي خلال اجتماعه باتحاد المعاقين بولاية الخرطوم، قال إن الولاية تنظر لشريحة المعاقين تحت مسمى الأشخاص ذوي الهمم باعتبارهم من القطاعات المؤثرة اجتماعيا ولها نشاط إنتاجي، ومنهم عمال مهرة ومبدعون في شتى ضروب الإبداع، فضلا عن ثراء المناشط التي ينفذونها من حين إلى آخر. استضافت خيمة الصحفيين بدار مركز الدراسات السودانية نقابة الصحفيين السودانيين حول تجربة بناء وتأسيس النقابة، وأشاد الصحفيين بالحراك الذي تحدثه خيمة الصحفيين حتى أصبحت ملتقى يجمع كافة أهل المهنة ويناقش هموم القضايا والعمل الصحفي والإعلامي. وحيث استعرضت الخيمة التحديات التي واجهت النقابة قبل تأسيسها وأهمية قيام النقابة التي تمثل مرتكزا مهما لدعم عملية التحول الديمقراطي والمدني بالبلاد. أكد مدير الإدارة العامة لهيئة مياه الشرب بالنيل الأبيض المهندس رحمة الإمام حماد أن تشغيل محطة مياه كوستي أصبح واقع ملموس عبر الجايكا اليابانية التي بدأت العمل بالمشروع في العام 16 و2000. وقال المهندس الإمام، قال إن مشكلة المياه في كوستي تم حلها عبر توفير المياه إلى 500 ألف نسمة، وأشار إلى التحدي الآن هو صيانة شبكة مياه كوستي كاشفا عن وجود غرفة طوارئ لمعالجة كسورات المياه.
أعلن قائد قوات الصمود التابعة لدرع الشمال الفريق محمد عبد الحافظ فضل خلال مؤتمر صحفي رفضهم للتدخل الأجنبي في شأن السوداني، باعتبار أن مناقشة القضايا السياسية السودانية وحل الأزمة راهنة شأن داخلي بمقدور السودانيين إنجازه بكل جدارة وبالطرق التي تؤدي إلى حكومة مدنية، ودعا إلى تكوين مجلس عسكري يخرج البلاد إلى بر الأمان إلى حين إجراء انتخابات تأتي بالمدنيين وفق رؤية واضحة وهادفة. بهذا الخبر مشاهدينا ينتهي الموقف الأخباري، قدمته لحضراتكم سحر كمال الدين، أينما كنتم تمنيتنا لكم دوام الصحة والعافية، في أمان الله.